الاتحاد المصري لكرة الطائرة أهو المكون من المهندس ياسر قمر ومجلس إدارة النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي متواجدين علشان يسلموا الكأس لنجمات النادي الأهلي في نسختها 2023-2024. قدامنا ابتدى يبقى في اصطفاف للنجمات بعد فرحة عارمة وبعد وجود فعلا حب شديد ومجهود وموسم طويل توج فيه النادي الأهلي بطلا لثلاث بطولات متتالية في أكتر من محفل من محافل اللي موجودة. عندنا نادي الزمالك ثالث بطولة كأس مصر بعد فوزه على نادي وادي دجلة في المباراة السابقة اليوم بنتيجة 3-0 لتحديد المركز الثالث والرابع. نجمتنا الحكمات كابتن تغريد خطاب وكل طبعا نجمتنا دولت حكامنا الدوليين في وجود الكابتن وائل أنديل وبوجود المهندس محمود الفيه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري. طبعا بتبقى لفتة قوية وجميلة وشايفين طبعا كيانة وفرحة شديدة جدا من نجمتنا وكل اللي موجودين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أيضا النادي الأهلي الممثل في المهندس خالد مرتجي. قدامنا ناس طول الموسم كانوا موجودين في مباريات سواء خارج القاهرة أو داخل القاهرة بيحاولوا ان هم يقدموا افضل شيء ليهم في مجال التحكيم. وبصراحة الاخطاء اللي موجودة تعتبر مفيش اخطاء شفناها النهاردة. وايضا قدامنا اهو نجمات نادي الشمس الحائز على المركز الثاني سارة وائل بسنت محمد أمل صلاح الدين زينب محمد لجين ياسر رويدة محمد منار سيد هايا وائل ريناد خالد جنى التهامي روان خالد لمياء حسام نور إيهاب وتؤى مدحت. ودولت نجمات نادي الزمالك. قدامنا نور إيهاب وقدامنا طبعا الحائزين على المركز الثالث وأهو كله بيسلم والميدالية المركز الثالث. طبعا ما كانتش متوقعة ولكن نجمات نادي الشمس استطاعوا بمستوى أكتر من رائع وإن هم يفوزوا أمس و يلعبوا مباراة قوية أمام نادي الزمالك على الرغم من تغيير الجهاز الفني ولكن طبعا نادي الشمس فاز بنتيجة 3-2. وبعد نادي الزمالك وتتويجه بالميدالية البرونزية سوف يدخل نجمات نادي الشمس والميدالية الفضية خيرهم الكابتن أحمد فتحي قدامنا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. مراسم تتويج وتسليم الميداليات في بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة والمركز الثاني. قدامنا سارة وائل
قدامنا طبعا كابتن الفرقه لمياء حسام اهي. فرحه شديده للنجمات، موسم طبعا طويل ولازم يتوج في نهايته بميداليه حتى لو المركز الثاني برضو، يبقى فيه فرحه شديده اهو. كان غير متوقع فوزه بالمركز الثاني، ولكن بمجهود واصرار اللعيبه مفيش حاجه مستحيله ابدا. زي ما شفنا امبارح مفيش شيء مستحيل، في اراده، في تحدي، وفي عمل، هيبقى في فوز ومكسب وفي تتويج. اهي معده الفريق زينب محمد وبعض النجمات في فرح شديد. ويحسب لهذا الفريق ان في اثنين لاعبين داخل الملعب، احسن لاعبه تحت 19 سنه تقى مدحت، واللاعبه لوجين ياسر، وشفنا الاثنين وهم بيلعبوا داخل المباراه. طبعا ينقصهم بعض الخبرات، ولكن بيلعبوا وادائهم بيأدوا بشكل جيد، وبيحاولوا ما دام في محاوله وشغل وعمل يبقى في نجاح ان شاء الله. وقدامنا اهو اللعيبه المصابه مروه مجدي لعيبه النادي الاهلي المنتقله اصيبت، ودي اللاعبه تقى مدحت. فرحه شديده من اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري للكره الطائره. و ايضا الجهاز الفني لسيدات نادي الشمس، طارق الدسوقي رئيس الجهاز، والكابتن ايهاب علي المدير الفني، محمد عبد المنعم الجمل المدير المدرب العام، وهبه محمد علي مدرب مساعد، دينا عريان مدير اداري، ابراهيم محمد بدر محطة الاحمال، ومنه الله محمود محلل تقني، والدكتوره نرمين فايز طبيب الفريق. ودلوقتي نجمات النادي الاهلي، اولهم النجمه شروق فؤاد كابتن فريق النادي الاهلي، وتتويج المركز الاول بفرحه شديده، ويعني قدامنا وتتيانا بوكان نجمه كبيره عملت مجهود رائع وفرحه. شايفين ايه الشامي لاعبه رجعت لنا بالسلامه بعد اصابه هذا الموسم. ايضا النجمه سهيله وفيق معده الفريق برضو بترجع، دعاء الغباشي المتالقه، دعاء محمد معده الفريق، واللاعبه علياء هاني المتميزه، اللاعبه زينه العلمي بترجع بعد فتره كده وبتادي ان شاء الله نشوفها في اداء جيد، اللاعبه ايه خالد المتالقه، اللاعبه ندى حمدي المنتقله من نادي الصيد، اللاعبه ساره الامين، ساره امين لاعبه متميزه جدا، وايضا ندى وليد ونهال جمال وسلمى سلمى يوسف. وقدامنا الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده المدير الفني اهو، ودي طبعا مي غزال، ندى وليد، مريم ثروت، وقدامنا الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده المدير الفني الكابتن ابراهيم فخر الدين، والكابتن محمود الوزير، واللواء ايهاب حسن، ومحمد حسن، ومعاهم مخطط الاحمال نادر نشأت، وايضا الدكتوره هدير وحيد طبيب الفريق، والدكتوره ياسمين محمد اخصائي العلاج الطبيعي، واسماء محمد
مدلك الفريق، وندى راشد اخصائي نفسي، ومحمد شريف اخصائي تغذيه. وكده النادي الاهلي بيتوج بطلا لمسابقه كاس مصر بعد موسم طويل، و يعني للمره 36 في تاريخه شروق فؤاد وكاس مصر، وفرحه قويه للاعبتنا لاعبه النادي الاهلي بفوزهم بالمركز الاول والكاس للمره 36 من مسابقه الدوري كاس مصر. قدامنا فرحه قويه بوجود الكاس وكل النجمات وكل محبي الكره الطائره بيحاولوا اهو يتصوروا مع الكاس وشروق. تسلمت الكاس في العديد والعديد من البطولات اقدم لاعبات النادي الاهلي وكابتن الفرقه، وهتبقى صوره تذكاريه مهمه من لاعبتنا في وجود النشاط الرياضي ومجلس اداره النادي الاهلي بتجمع الاتحاد المصري للكره الطائره والمهندس خالد مرتجي والكابتن خالد العوضي والجهاز الفني للنادي الاهلي في صوره قويه وجميله لمحبي الكره الطائره للسيدات داخل النادي الاهلي. فرحه قويه وعارمه، وفعلا بيسعد بيها جماهيرنا وجماهير وكل محبي الكره الطائره بوجود كاس في وقت مهم جدا قبل انطلاق بطوله افريقيا. وان شاء الله دايما النادي الاهلي في منصات التتويج، وان شاء الله يتوج ببطوله افريقيا للانديه ان شاء الله. مبروك للاهلي وجماهير النادي الاهلي، مبروك والف مبروك للجهاز والفني للنادي الاهلي، مبروك والف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب.